طلبة المرحلة الثالثة، السلام عليكم. عندنا بعض المعلومات اللي نضيفها إلى موضوع الأمينات واللي سبق التطرق إلها. هذه المعلومات هي تخص بعض الفقرات اللي بالأمينات، اللي من ضمنها إنه كيف نفصل مزيج يحتوي على الأمينات ومركبات أخرى متعادلة. فمثلا إذا كان عندنا مزيج بكحول بكيتون وبأمين، ممكن استفاد من الصفة اللي تتمتع بها الأمينات، ألا وهي القاعدية في فصل هذا المزيج. فممكن إنه الصفة القاعدية اللي موجودة بالأمينات نتيجة لوجود اللون بير، الزوج الإلكتروني على النيتروجين، وكونه قاعدة، ممكن أن أضيف له حامض، وهذا الحامض طبعا في الماء يمكن أن يعطيني ملح، والأملاح تكون ملح الأمين يكون ذائب بالماء. فإذا الآن أصبحت عندي طبقة مائية، وممكن أنه أضيف إيثر طبعا من البداية للمركب، أضيف إيثر المركبات من أضيف الإيثر المركبات الأخرى المتعادلة ممكن أن تذوب في الإيثر باعتبارها مواد عضوية. بهالطريقة أصبحت لدي طبقتين، طبقة عضوية تتضمن النيوترال كومباوند، وطبقة مائية تحتوي على ملح الأمين، ملح الأمين اللي يتكون عندما أضفت HCl للأمين حامض وقاعدة أعطوني ملح ذائب في الماء. إذا فصلنا بالسبريتري فانل، قمع الفصل طبقتين، طبقة الإيثر لتضم أو تحتوي على النيوترال كومباوند، وطبقة الأكويس لير أي الطبقة المائية تحتوي على ملح الأمين مثل ما نلاحظ. أمين سولت. الآن نعمل على الطبقة المائية. كيف؟ بما أنه عندي ملح الأمين، إذن لدي قاعدة علمية تقول أنه عند إضافة قاعدة أقوى من هذا الملح، القاعدة القوية تؤدي إلى تحرير القاعدة الضعيفة من ملحها. إذن لدي معلومة علمية أنه إذا عند إضافة قاعدة قوية يمكن أن تتحرر القاعدة الضعيفة وهي الأمين من ملحها، باعتبار أنه الـ NaOH قاعدة لا عضوية أقوى. إذن الآن أصبح عندي إذا ضفت الـ NaOH الملح الأمين أصبح عندي أمين، والأمين هو مادة عضوية، أضيف له إيثر، فإذا راح يصبح الأمين وين؟ بالطبقة بالإيثر بالطبقة العضوية. بينما اللي بقى بالطبقة المائية اللي كان موجود بها ملح الأمين، إيش بقى؟ بقى NaCl، هذا CL وهذا الـ Na. بهالطريقة فصلت الأمين عن مكستشر مزيج المركبات المتعادلة. هذا اعتمادا على شنو؟ على صفة القاعدية بالأمينات. إذا هذا الشكل يوضح separation فصل and purification تنقية الأمينات، مكوناتها من مزيج بالاستخلاص عن طريق الملح بالماء، يعني من يكون ملح عن طريق ملح. أيضا لدينا البازيزيتي أوف إر الأمين، تم التطرق لها من حيث أنه مثل ما ذكرنا الأمينات هي مركبات قاعدية، وأنه عندنا أمينات أليفاتية RNH2 يعني سواء أولي أو ثانوي أو ثالثي، وعندنا أمينات أروماتية اللي هي أريل أمين. هذا عندما مجموعة الـ NH2 attached directly to the ring، يعني مجموعة الأمين ترتبط مباشرة بالحلقة، هذا يؤدي إلى أنه
المركب هذا أسميه أر الأمين أو أمين أروماتي، ولا زال هو يعني قاعدة. ولكن إذا أقارن قاعديته بالأمين الأولي ألاحظ أن الأمين الأروماتي أقل قاعدية من الأولي. السبب أنه زوج الإلكترونات هنا يكون مسؤول عن القاعدية، فمشاركته أو دخوله في حالة ريزونانس مع الحلقة هذا يؤدي إلى أنه يؤدي إلى أنه قاعديته تصبح أقل، لأن نلاحظ تظهر شحنة موجبة نتيجة هذه الأشكال. فإذا هذه القاعدية إذا أقارنها بالأمين الأليفاتي يكون أقل، بينما بالآر إن إتش 2 الإن إتش 2 ما عندها أولا حالة الريزونانس، ثانيا الآر مجموعة دافعة تزج الإلكترونات للإن إتش 2، بينما هنا حتى إذا نقارن إنه مجموعة الأريل اللي هي هنا فينيل، قلنا عندما تكون حلقة البنزين مجموعة معوضة أسميها فينيل، الفينيل هو أصلا ساحب الإلكترونات. فإذا الأريل أمين هو less basic than alkyl amine because the nitrogen lone pair مثل ما قلنا delocalized by interaction دخوله في حالة ريزونانس ويا الحلقة، ف stability مالته راح تكون هو أقل بالنسبة للألكايل أمين. بس فقسم من هذه الطاقة راح تضيع بال on protonation بالبارتنر. زين الآن فراح تصير أكو فرق بالطاقة بين البروتونيتد والنون بروتونيتد، ولذلك يكون الأر الأمين هو ليس بيسك. يعني هنا من يفقد عندنا موس قسم من هذه طاقة الريزونانس احنا نعرف انه هو يعطي استقرارية، لكن بعملية البروتونيشن راح تروح قسم من هذه الاستقرارية. الآن أيضا فإذا الأشكال هذه ما كانت موجودة بالمحاضرات السابقة اللي بالأمينات، فحتى تكون موجودة عندك حتى تذكرها أو تذكر عندما يطلب منك سبب إنه القاعدية الأمينات الأروماتية أقل من الألفاتية. الآن نتناول بعض الإضافات فيما يخص تحضير synthesis of amine or preparation of amine. إحنا ذكرنا reduction of nitrile، نضيف هنا إذا مو بس عندي نايترو كومباوند، عفوا ذكرنا إحنا النايترو كومباوند الريدكشن، عند ما كان عندي مركب نايترو بنزين أسوي له ريدكشن أضيف له SN و HCl ينطيني أنيلين، فهذا أسميه ريدكشن أوف نايترو كومباوند وخاصة الأروماتية. الآن نضيف بعض الإضافات اللي هي أيضا ممكن إنه ريدكشن أوف نايترايل أيضا ممكن يعطيني أمين أولي، reduction of amide بواسطة ليثيوم ألمنيوم هيدرايد أيضا ممكن أن يعطيني أمين أول. إذا بالإضافة إلى اختزال مركبات النيترو أكو مركبات أخرى ممكن أختزلها أيضا تعطيني الأمين الأولي. شن هي هذه المركبات؟ النيترايل، قلنا شنو النيترايل؟ هو الذي يحتوي على مجموعة سي تربل بوند إن. أيضا الأمايد اختزال الأميدات، قلنا شنو الأمايد؟ الأمايد هو C double bond O و NH2، هذا أعتبره شنو؟ أمايد، لأن هو المجموعة الفعالة. اختزال هذه C ش راح يعطي؟ CH2. لاحظ ال C double bond O ش صارت؟ CH2، وال NH2 هي already موجودة، فإذا أعطتنا أمين أولي. هذه هي ظروف الاختزال، الخطوة الأولى
ليثيوم ألمنيوم هيدرايد عامل مختزل قوي جدا. والخطوة الثانية هي ماء تحلو. الآن النتريل كيف أختزله؟ أختزله بليثيوم ألمنيوم هيدرايد أيضا والماء، يعطيني أمين أولي. زين، يبقى مثلا هنا كيف أحصل إذا ما كان عندي نتريل، كان عندي هاليد ألكيل مثلا، كيف أحصله؟ هاي سبق أن ذكرناها في التحضيرات السابقة، سواء تخص الحوامض أو تخص الأمينات، إنه هاليدات الألكيل تعاني نيكلوفيليك سبستيوشن، إزاحة نيكلوفيلية، إزاحة الإكس بمجموعة سي إن بنيكلوفيل، أزيح الإكس بنيكلوفيل. فشن هو الظرف المستخدم؟ NaCN. بالنسبة للأمايد، إذا كان عندي مثلا أمايد بالاختزال يعطي أمين. إذا ما كان عندك أمايد، إذا كان عندك مثلا حامض، أيضا العملية سهلة، لأنه نحن نعرف أنه الكاربوكسيليك أسيد يمكن أن converted تتحول إلى أمايدا، إلى their derivatives مشتقاتها، باي كل واحد وظرفه. يعني إذا أحول الأمايد أكو ظروف، إذا أحول كلوريد حامض أكو ظروف، إذا أحول إلى إستار أكو ظروف. فتحويل الحامض إلى الأمايد يتم بخطوتين. الخطوة الأولى أنه أحول أول مرة إلى كلوريد الحامض، يعني R C double bond C L، وثم أضيف للخطوة الثانية NH3 يتحول إلى شنو؟ هذه المجموعة تستبدل بـ NH2. إذا تحويل الحامض الكربوكسيلي إلى الأمايد يتم بخطوتين. الخطوة الأولى أفعله ويا كلوريد الثايونيل، ثايونيل كلورايد هذا اسمه SOCl2. انتبه، من أكتب الـ S أكتب O وأكتب Cl2، ما أخربط بالأرقام، يعني أكتب SO2Cl أو كذا، فانتبه. هذا شي يحول لي، هذا الكاشف يحول هذه المجموعة RCO، تبقى الـ OH تصبح Cl. بالخطوة الثانية هذه اللي مذكورة، شنو اللي يصير؟ انه Cl تتحول شنو؟ إلى NH3. وهذا كله موجود في الكاربوكسيليك أسيد derivatives. بعدين إذا أريد أحول هنا الآن هذول إلى أمينات، أفاعل أختزل، وهذا يعتمد على البريبريشن، التحاضير اللي طالب من عندك تحضر مركبات. كيف أحضر مركبات؟ كيف أحضر الأمين مثلا من هاليد ألكيل، وكيف أحضر أمين من كاربوكسيليك أسيد؟ ما أقدر، يعني مو نفس الظروف، كل واحد وظرفه. إذا أبدي بكاربوكسيليك أسيد أكو غير مسار معين حتى أوصل للأمين، وإذا أبدي بهاليد ألكيل مسار معين، ولو هي أكو تشابه ب يعني الأفكار، مثلا أنه هذا حوله إلى سي هاليد ألكيل وبعد ذلك نايترايد وهكذا. ماشي، أيضا ألاحظ أيضا أكو نقطة، أنه هنا الأمين اللي حصلته، لاحظ عدد ذرات الكربون، عندي كربون إضافية، إذا الأمين اللي حصلته أعلى من الهاليد اللي بديت بيه. لكن لاحظ هنا الأمين اللي حصلته هو نفس العدد من الذرات. فأيضا هذا من تيجي تحل preparation لازم أشوف الناتج، هل هو بذرة كربون أعلى من اللي بديت بيها أو بنفس ذرات عدد الكربون. إذا نفس الذرات ممكن أستخدم هذه الطريقة إذا لم تحدد إلك. أيضا عندي هذا التحضير من خلال هاليد ألكيل ومركبات الصوديوم أزايد، هذا من خلال الصوديوم أزايد، هذا المركب هو اسمه صوديوم أزايد.
شو يعمل؟ يعمل على إزاحة البي آر. عندي لاحظ N3، N3 كيف تكتب؟ تكتب بأواصر مزدوجة، اللي عليها 4 أواصر تظهر عليها شحنة سالبة موجبة، بينما هنا عندها أصرتين نقص ظهرت عليها شحنة شنو؟ سالبة. ليش؟ لأن احنا نعرف النيتروجين العدد الأقصى للأواصر التي يكونها هو 3 أواصر، بعد ما هنا صارت 4 ظهرت شحنة موجبة عليه. فأنت من تيجي تكتب الشحنات ما تكتبها عشوائيا، يعني أخلي شحنة موجبة أنسى، أخلي شحنة موجبة هنا والسالب هنا، لو أخلي السالب هنا وأخلي الموجب هنا، هي مو يعني عشوائية، أكو سبب إلها. حتى أني أخلي شحنة موجبة وين أخليها؟ على يا إن هذه الإن عندها 3 ذرات، ما العفو 3 أواصر، إذا ما تحتاج، ما تظهر عليها شحنة. هذه 4 أواصر صارت عندي تظهر عليها شحنة موجبة، ما ممكن إنه هي عليها 4 أواصر وخلي لها شحنة سالبة. الشحنة السالبة يعني عندي إلكترونات بعد قابلة للتآصر، بينما هنا ماكو بعد إلكترونات. إذا هذا المركب أسميه أزايد، هذا الارتباط الثلاثي للإن هو أزيدات. اختزاله يؤدي إلى أنه يتكون NH2. الآن لدينا تفاعل اسمه جبرائيل سينثيسز، أمين سينثيسز، يعني أحضر الأمينات بتفاعل جبرائيل. فما هو هذا التفاعل؟ هذا مركب أسميه فثال إيمايد بالآي. هذا الإيمايد يقصد به هذا الارتباط، كربون عصرة مزدوجة O، N عصرة مزدوجة كربون عصرة مزدوجة O. هذا الارتباط أسميه إيمايد، هذا الارتباط. الآن من مواصفات هذا المركب إنه الـ H اللي مرتبطة بالـ N أسيدك. ماذا أقصد بأسيدك؟ حامضية، أي يمكن أن نعمل لها abstraction، استخلاص بقاعدة، يعني بسهولة تفقد هذه الـ H. ما الذي جعلها حامضية؟ وجود الـ N بين مجموعتين ساحبة تسحب الإلكترونات باتجاهها، CO مجاميع ساحبة تسحب الإلكترونات باتجاهها، وبالتالي هذه يصبح الارتباط بين الـ N والـ H ارتباط ضعيف. فبسهولة وجود قاعدة تستخلص الـ H. لاحظ KH KOH إيثانول، أو أحيانا يعني كحولية، أحيانا نكتب KOH ALC الكحوليك، الكحوليك KOH. بعد ما انفقدت الآن الـ H مثل ما قلنا صار ارتباطين وبعد أكو إلكترونات، إذا تظهر شحنة سالبة. هذا نوع يشبه مثل ما يسمى بالكربان أيون. الكربان أيون هو R minus، يعني الـ R عليها شحنة سالبة، بينما الكربونيوم أيون اللي سبق أنه عرفته هو شحنة يحمل شحنة موجبة. فإذا هذا يشبه الكربان أيون، إذا بإمكانه أنه يتفاعل مع أيون موجب. فهذه الـ RX تنكسر هذه الآصرة، فالإكس يغادر مع الإلكترونات ويبقى عندي شنو الـ R. فإذا ممكن أنه يرتبط بالـ N فيصبح N substituted، يعني N معوض بـ R. الآن هذا المركب إذا أعمل له تحلل، هو مثل يشبه إذا تلاحظ الإنهيدريدات، يعني فقط الفرق أنه هنا O بالإنهيدريدات طبعا بدون R. ممكن أنه بالتحلل أحصل على أمين، تنكسر هاي الآصرة أحصل أمين، وهذا المركب اللي هو COO نتيجة التحلل بالوسط القاعدي. إذا حصلت أمين.
حصلت على أمين، هذا هو الأمين، وهذا الجزء بقي بهذا الشكل، تحلل إلى إستر. أيضا من ضمن الأشياء اللي أخذناها هو الريدكتيف أمينيشن. الريدكتيف أمينيشن يعني مركبات كربونيل سواء كانت ألديهايدات أو كيتونات، أفاعلها ويا الأمونيا أو أمين أولي أو أمين ثانوي، وفي كل مرة ينطيني أمين حسب نوع الأمين والكربونيل اللي بدأت بيه. فمن أستخدم أمونيا راح يعطيني أمين أولي، من أستخدم أمين أولي يعطيني ثانوي، من أستخدم ثانوي يعطيني ثلاثي، إذا حسب نوع الأمين. ظروف التفاعل شنو هي؟ اختزال ال H2Ni يعني هيدروجين وفلز، أو أستخدم هذا المركب NABH3 سيانايد، صوديوم بوروهيدرايد وسيانايد. هذه هنا يمثل الطريقة اللي يتم بها التفاعل، الميكانيزم إنه الأمونيا بالبداية الأمونيا تهاجم الكربونيل، يعني هنا ماخذ مثل والمثل هذا أمين ألديهايد، هنا عندنا أو كيتون، كيتون هنا كيتون لأن R CH3 والR الثانية بنزايل، فإذا هو كيتون. فهذه يصير بها هجوم، هجوم من ال NH3 يهاجم الكربونيل، فيصبح عندي شنو تتراهيدرال، يعني الكربون بأربعة أواصر تهجينه تتراهيدرال. فإذا كميكانيكية ال NH3 تهاجم الكربونيل، وبالتالي راح تكون إضافة نيكلوفيلية، معناها تنتج لي ناتج وسطي كاربينول أمين، هذا ينتج، يعني هذا يتحول إلى OH وهذا يرتبط ال NH2. الآن هذا الشكل بعد ذلك يفقد ماء، فقدان الماء هذه الـ OH وهذه H منها. هذا المركب أسميه إيمين، إيمين بالآي وليس أمين، الأمين اعتياديا بالأي، هذا آي. ماذا نقصد بالإيمين؟ نقصد كربون آسرة مزدوجة N، إذا هذا هو الإيمين، بينما هذا شنو؟ هذا أمين، هذا أمين NH2 أمين، بينما كربون مفردة نيتروجين، بينما هنا كربون عاصرة مزدوجة NH أمين. بعد ذلك reduced بهذا المركب، يعني اختزال أو بواسطة أو هذا، إما هذا أو هذا، إما H2 نيكل أو هذا المركب اختزال أحصل عليه الأمين. هنا شنو الزيادة؟ هذا موجود عندك بالمحاضرات، بس الزيادة هنا إنه كيف تم التفاعل كميكانيكية كخطوات. أيضا عندي تفاعلين لتحضير الأمينات، تفاعل اسمه كيرتس ري أرهنجمنت، إعادة ترتب بي كيرتس ري أرهنجمنت، هذا أسيد كلورايد، وسبق وإن قلنا هذا هو أزيد صوديوم أزايد. شنو اللي يحدث هنا؟ هذا عندي كلوريد الحامض أسيد كلورايد بدل السي أل، صار عندي، صار عندي الإزايد. تذكرون قلنا إنه الإزايد ممكن يكون أحد تركيبه هو عصرة مزدوجة هنا ثلاثة، أو يعني ثلاثة نيتروجين، أيضا ممكن أكتبه بهالشكل، ممكن أكتبه شكل ثاني إلى هذا.
ظهرت شحنة موجبة السبب إنه 4 ارتباطات، ظهرت شحنة سالبة لأن أكو نقص ارتباط. الآن رح يصير فد شيء اسمه إعادة ترتب. كيف إعادة الترتب؟ إنه تهاجر هذه الآر migrate المن هجرة إلى الآن migration إلى الآن، فالآر ترتبط بالآن بدل ما هسه هي مرتبطة بالسي أو. اللي سهل عملية الهجرة هذه وجود قلنا هذه الإلكترونات الزايدة، وين راح تجي؟ هنا. فصار عندي N آصلة مزدوجة CO والR ارتبطت هنا. طبعا هذه الهجرة ما يصير يعني من بعيد، تكون مجاورة نيبر جروب، مجاورة هذه يجب أن تكون شنو مجاورة حتى تصير هجرة. هذه ألفا، ألفا كربون، ألفا كربون شنو؟ هي التي تلي مجموعة الكربونيل. أيضا حصلت على شنو؟ على أمين. فهذه أيضا تحدث العملية يسموها ستيميوليتينيوس أو سيميليو تينيوس، يعني في نفس الوقت يفقد الليفينج جروب المجموعة المغادرة. هذا المركب أيضا أسميه أيزوسيانيت، اسمه هذا لازم أعرفه، هذا إيسال زايد. أيضا قلنا عندنا تفاعل آخر اللي هو هوفمان ري أريجمنت، هذا شرحناه، وميكانيكيته بس كان بيها نقص، فهذه أوضح الميكانيكية وبها كل الخطوات. هوفمان ري أريجمنت، قلنا هوفمان ري أريجمنت إنه أبدي بأمايد، وتركيب الأمايد شنو هو؟ RC double bond O NH2، هذا هو تركيب الأمايد. الظروف التفاعل شنو؟ أستخدم Br2OH، Br2OH. اللي يصير إنه القاعدة تستخلص الH اللي موجودة هنا نتيجة إنه هذه المجموعة ساحبة عن نيتروجين، فتسحب الH تضعف هذا الارتباط، فأقدر أستخلصه بالOH. بعد ذلك هذا النقص اللي صار بالإلكتروني هنا رح يهاجم البR2 ويصير أنبرومو أمايد. بعد ذلك لا زال أكو قاعدة بالمحلول، فإذا القاعدة تستخلص الH الأخرى. من استخلصت الH الأخرى أعطتني هذا المركب، صار عندي دلاحظ هذا المركب أيضا ظهرت عليه شحنة سالبة. الآن أكو شكل آخر مكافئ لهذا الشكل ناتج من انتقال الإلكترونات. كيف؟ إنه هذه تكون آصرة مزدوجة وياه، وهذه وين تروح؟ الأكسجين، لأنه محب للإلكترونات، سالبيته أعلى. فهذا الشكل هو نفس هذا الشكل بس مجرد انتقال بالإلكترونات. هذا السهم شو اسميه؟ الريزونانس. يعني هذا الأسهم شدل على أنه هاي الأشكال في حالة توازن. الآن الخطوة الأخرى اللي راح يصير هو عملية migration أيضا مثل اللي قبل شوية حكينا عنها، هجرة إلى الآن. من تهاجر هاي بنفس الوقت تغادر هذه، بنفس الوقت تغادر هذه، والمركب اللي راح يعطيني إياه هو أيزوسيانيت. الآن راح تهاجم مجموعة يهاجم عندنا هجوم يصير للماء ويا جزيئة الماء الموجودة، وبالتالي راح يكون لي الكاربامك أسيد. هذا راح يفقد يتفكك، يعني تحلل، يعني هذا عندي تحلل يتحلل، يعني هنا تحلل يصير يعطيني الأمين والسي أو تو،
يعطي الأمين والسي أو تو. ليش؟ لأنه هذا ما مستقر، ما يكون مستقر. فشنو اللي يصير؟ يصير إنه يتفكك أو يتحلل بالرطوبة أو الماء، وبهالطريقة حصلنا أمين أقل بذرات، بعدد ذرات كربون أقل من الذي شنو بدأت به، من اللي بدأت به. يعني كان RCNH2 بينما راح يصير RNH2، إذن بعدد ذرات كربون أقل. أيضا لاحظ الفرق بالتسمية، هذا هوفمان وهذا هوفمان، بس كل تفاعل يختلف. هذا هوفمان ري أرينجمنت لتحضير الأمينات الأولية، لتحضير الأمين، بينما هذا عندنا هوفمان إليمينيشن، هذا تفاعل مختلف. التفاعل هذا هو شيء يعطي، أستخدم بي أمين أولي، أفاعل ويا هاليد الكيل زيادة، إكسس يعني زيادة، وما دام ار اكس زيادة معناها كل الأتشات اللي موجودة هنا راح تتحول إلى مجاميع مثل ميثيليشن. هذا المركب أسميه كواترناري أمونيوم سولت، يعني رباعي، ملح رباعي بالفضة، بأكسيد الفضة والماء والتحلل أحصل على الكين، وهذا هذا الأمين الثلاثي يتحرر، الأمين الثلاثي يتحرر وأحصل على شنو الكين. الألكين اللي أحصله less branched، يعني الأقل تفرعا. يعني إحنا نعرف إنه دائما الألكينات لما تكون هي وسط، بالوسط الذرة، يعني هذا الانكسار ممكن يطلع لك منها الأثر المزدوجة أو منها، هو المفروض إنه الأكثر تعويضا هو أكثر استقرارا، بس اللي دا يحدث هنا هذه القاعدة أثبتت، أو هذا التفاعل مثبت إنه هو يعطي الألكين الليس برانشد، الأقل تفرعا، هوفمان إليمينيشن. بقى فقط إنه نشير إلى موضوع أسيلة الأمينات، أسيليشن أوف أمين. أسيلة الأمينات تكون باستخدام الإنهيدريد وبيريديم قاعدة، الهدف منها أحول مجموعة الـ NH2 إلى أمايد. السبب أستفيد من هذه العملية شنو؟ أحد الاستفادات من عدها مثلاً أنه أقلل فعالية الـ NH2، ومثل ما أخذنا أمثلة شلون الأمين مرات حوله إلى أمايد حتى أوجه بي البي آر إلى موقع واحد، هاي أحد فوائده. وأيضاً ممكن أنه أحصل على أمين بمجموعة كيتون بأسيلة فريدل كرافتس. نرجع مرة ثانية أذكركم بأنه البنزين له خمس تفاعلات، أحد هاي التفاعلات فريدل كرافت أسيليشن. كفريدل كرافت أسيليشن تفشل مع الأمينات، لا تعاني الأمينات الأسيلة أو الألكلة. أحد الأسباب أنه دا تستخدم بظروف الأسيلة ملح، وهذا الملح عفوا حامض، وهذا الحامض إذا تفاعل ويا الـ NH2 من أول خطوة راح يتحول إلى ملح، يتحول إلى NH3، وإذا تحول إلى NH3 أصبح شل التفاعل، وراح يوجه أصلا ميتا، ما يوجه حتى أورثو وبارا. فإذا أحد الأسباب أنه تفشل أسيلة أو ألكلة فريدل كرافتس هذه. فإذا أريد أنجز هذا التفاعل اللي هو الأسيلة، يجب أن أقلل فعالية الحلقة. وكيف أقلل فعالية الحلقة؟ بأنه أحول مجموعة الـ NH2 إلى أمايد. وكيف أحولها؟ أحولها باستخدام الإنهيدرايد، أسيليشن، أسيلة فريدل كرافتس. الآن أصبح عندي زوج الإلكترونات هنا
تسحب هاي الكربونيل، فمن الصعب انه يعني يتحول الى ملح بعد، هو اصلا بيه 3 ارتباطات. فممكن الان انجز اسئلة فريد الكرافتس. المفروض انه تنجز بأورثو أو بارا، بس هو 80% من الناتج راح يطلع بالبارا. السبب إنه الاستيريك هندرنس، الإعاقة الفراغية، هاي مجموعة بلك كبيرة، ما ممكن إنه تجي هنا وهذه مجموعة كبيرة تصير إعاقة فراغية. فإذا 80% من الناتج هو يطلع بارا. زين، أنا المركب اللي بديت بيه أنيلين، وهذا صار عندي أمايد، ما أريد الأمايد، أريد الأمين. أقدر إنه الأمايدات تتحلل بوسط قاعدي والماء إلى الأمينات. إذا سويت له تحلل رجع الأمين. إذا حصلت على أمين وبمجموعة كيتون، أو حصلت على تفاعل أسئلة فريد الكراتس. إذا هذه الأسئلة اللي على الأمين إلها أهداف، إنه إما أريد أحقق تفاعل ما يتحقق بوجود الأمين، أو أريد مثلا أوجه توجيه ما أقدر أوجه، يعني إذا الـ NH2 ويا الـ BR2 يطلع ب3 مواقع، ما يطلع لي بموقع واحد. فإذا أريد بموقع واحد لازم أقلل فعالية الأمين هذا، إنه أحوله إلى أمايد. الأمايد أقل فعالية راح يوجه لي موقع واحد بس. وشكرا.